بنتي طالبة سنة ثانية طب هنايا في الرباط، وحنا كأمهات وآباء كيف ما خرجنا بالشعار من الأول خرجة لينا معهم مع طلبة الطب إلى آخر رمق حتى تحقيق المطالب، رحنا مازال والحمد لله النفس طويل والحمد لله يقيننا بالله عز وجل قوي، وأن الله دائما كينصر المظلوم، لأن أولادنا راهم ظلموا في هذه الدولة، أولادنا راه المسؤولين ظلموهم، راه الوزراء ديالهم راهم ظلموهم في قرارات جائرة، قرارات ما كتخدمش جودة التكوين، ما كتخدمش مطالبهم، وفي عود ما يحسنوا لهم من المستوى ديال التكوين نزلوا عليهم بعقوبات، كانوا توقيفات، عطاوهم أصفار، كان طرد تعسفي، يعني جميع أنواع الظلم وجميع أنواع التعسف تمارس على هاد الوليدات. واش كيرضيكم أن هاد الوليدات اللي كلهم حصلوا على معدلات يعني عالية في البكالوريا وهمهم أنهم باغين يخدموا وطنهم، واش في نظركم بلاصتهم هو الشارع؟ واش بلاصتهم هو هادشي اللي تتشوفوا فيه دابا؟ راه المكان ديالهم الطبيعي هو المدرجات، هو لي زوبيتو، هو لي سي اش يو، هما لي ليو ديال لي ستاج ديالهم. واش هما راضيين على هادي ولا حنايا راضيين؟ حنا ما راضيينش على هاد الوضع، ولكن بما ان ولادنا تمارس عليهم التعسف اكثرية هاد الدفعات هادو سبيسيالمون دو لا بروميير اني حتى لا سانكيام اني اللي عطاوهم تكوين ناقص، تكوين مبتور، ودابا كيعطينهم حلول ترقيعيه اللي ما عندها حتى شي جدوى، يعني اللهم ان هذا منكر. حنايا كنخرج ملي تحاوروا معاهم عطاوهم مقترح في لو موا دو جوان اللي الطلبه رفضوه بالاجماع، لان ماشي في صالحهم، ما داروا فيه حتى شي حاجه. الوغ كو ابخي 4 شهور النضال، 4 شهور البويكوت، 4 شهور ديال الاخذ والرد، 4 شهور ديال الاذن الصماء، وانا كنحمل المسؤوليه للمسؤولين اللي صمكوا ودنيهم على وليداتنا. كيعطيهم نفس المقترح، واش هاد الشيء علاش هما بقاو واقفين؟ راه لا يعقل هاد الشيء. راه لو في انكم هاد الدفعه هاد لا برومو ديال 2024 2025 عطيتوهم 4+2، راه اعتراف منكم بان راه هاد لا فورماسيون اللي بغيتو ديروا لهاد لي برومو راه فاسده، راه نتوما ما راضينش عليها، سينو ما كنتوش غادي تبدلوها. واش ترضاو واش ولادنا يكون عندهم ان ديبلوم مشوه ب 3900 ساعة ديال التكوين، وهاد الدفعة عطيتهم عليهم 5000 ساعة، ألوغ كو لو ديبلوم نورمالمون بور كيل سوا ريكونو، باش يكون ديبلوم يعني معقول خاصو يكون فيه 4500 ساعة، يعني ان سي ان تي ان يكون فيه 4500 زور، هذا هو اللي كاين. ودابا خرجوا لهم بالمقترح جالسين تيرقعوا، لا واه غنزيدوكم هاد الساعة، لا واه غادي نقادو لكم، لا واه واش هاد الطالب روبو؟ واش باغي تخدموه؟ واش باغي تزيدو 6 سوايع في النهار تولي 30 ساعة باش يلاه يوصل هاد لو نومبغ ديال السوايع؟ اللهم إن هذا منكر، هاد الشيء راه ماشي معقول. دابا كناشد المسؤولين، كناشد المسؤولين الى عندهم شي ضره ديال الضمير، الى عندهم شي ضره ديال العطف وديال الحنان. انا ما كنطلبش منهم يديروا يعطيوا صدقه، انا كنطلب منهم غير يرجعوا من شكهم ليقينهم ويراجعوا نفسهم ويشوفوا بان يعترفوا، راه الاعتراف بالذنب فضيله، راه كلنا كنخطئوا، راه خير الخطائين التوابون. خطأت درت هاد لا ريفورم اللي ما صالحاش، وانا دابا عرفت بان لا ريفورم ما صالحاش، الوغ
غادي نعوضها. اي اون بلوس راه il n'y a pas de loi rétrograde. راه ما كاينش شي قانون باثر رجعي. راه ما كاينش اثر رجعي يا عباد الله. واش قانون تنزل هذا عاد بغى يطبق؟ راه لا يعقل هذا الشيء. راه كاين هذا الشيء فيه خروقات عده. راه خروقات. واش العقوبات للمجالس التأديبيه اللي تمارست على وليداتنا واش ماشي خرق القانون؟ ما كاين تسبه. واش حل مجالس الطلبه ماشي خرق القانون؟ راه خرق القانون يا عباد الله. راجعوا نفوسكم. وهنا من هذا المنبر كنناشد السده العاليه بالله جلاله الملك امير المؤمنين باش يلقى حل هاد المهزله، باش يلقى، باش هو اللي غادي يعطي الامر ديالو، والامر ديالو مطاع، الامر ديالو مطاع، هو السلطه العليا في هاد البلاد، باش يلقى حل هاد الوليدات ويرجعوا لاماكنهم، يعني اماكنهم العاديه اللي هما قرايتهم ولي زوبيتو ديالهم، يعني فين كيديروا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.